أعلنت الشرطة صباح اليوم الخميس أن وحدة لاهف 433 اعتقلت شخصين من أم الفحم وجلجوليا بشبهة تهديد رئيس بلدية الناصرة علي سلام. من ناحية أخرى، عقدت حركة شباب التغيير في أم الفحم مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم، أعلن خلاله رئيس الحركة والمرشح لرئاسة بلدية أم الفحم عضو المجلس البلدي المحامي علي بركات وعضواء البلدية المحامي أحمد عبد الجواد وغانم توفيق بويرات عن استقالتهم من المجلس البلدي الحالي كخطوة احتجاجية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل العمل لإعادة الأمن والأمان للمجتمع العربي. يأتي هذا كله في فترة يلاحق التهديد والعنف العديد من المرشحين لرئاسة سلطات محلية عربية، إذ تعرض المرشح لرئاسة بلدية الناصرة مصعب دخان لإطلاق نار مع شقيقه وقريبهما مما أسفر عن إصابتهم بجروح، كما أطلق مجهولون النار على منزل رئيس بلدية طمرة الدكتور سهيل ذياب وعلى مبنى البلدية، وسبق ذلك انسحاب الدكتور هلال خوري من الانتخابات في كفر ياسيف بعد إطلاق النار على منزله وسيارته. وقبل أشهر قليلة شهدت مدينة الطيبة مقتل حارس منزل رئيس البلدية المحامي شعاع مسار ومنصور رميا بالنار. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في بث حي ومباشر في الاستوديو الدكتور حسام عازم، وهو عضو سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والمحامي عادل بدير وهو محلل سياسي وناشط اجتماعي. أهلا ومرحبا بكم ومساء الخير. مساء الخير لكم كل المشاهدين والمشاهدات. أريد أن أسألكما وأبدأ معك دكتور حسام، انسحاب مرشح من ترشيحه بعد إطلاق النار عليه مثل دكتور هلال خوري، مصعب دخان في الناصرة يدرس على ما يبدو إمكانية الانسحاب، والآن علي بركات يقول سنشاهد مقابلة معه بعد قليل أنه لم يتلقى تهديدات ولكن قرر الانسحاب للضغط على الحكومة. برأيك الانسحاب هو الأفضل في هذه المرحلة؟ ممكن تسمح لي قبل ما أجاوب على السؤال المهم جدا أن أقول كلمة جدا أحزنتني جدا هلا في الأخبار الحالية، أنه خبر مقتل امرأة في حيفا أصبح خبر جانبي، أصبح الخبر قبل الأخير في نشرة الأخبار، حين كان الإجرام والعنف والقتل امرأة هو الخبر الرئيسي في كل الأخبار في المجتمع العربي في الأساس. فأصبح مقتل امرأة في بيتها في حيفا أمر ثاني في مجتمعنا، ندل على شيء بدل قديش إحنا أصبحنا غير مبالين لظاهرة الإجرام في داخل مجتمعنا. هذا أمر جدا سيء، وأنا يعني أنا أرى أنه خطأ جدا أنه نرى أنه هذا خبر ثانوي. على الإعلام أن يحط هذه القضية، يضعها في أعلى سلم أولوياته الحديث عن العنف، خصوصا العنف ضد الإمرأة في مجتمعنا. الآن لسؤالي، هذه قضية مهمة جدا. ماذا يحدث الآن في داخل المجتمع؟ كل ما يحدث في محاولة السيطرة على الحكم المحلي من جهة منظمات الإجرام، وليس عائلات الإجرام، لا يوجد عائلة مجرمة، يوجد منظمات الإجرام، هو جزء من محاولة سيطرة منظمات الإجرام على المجتمع العربي اقتصاديا. اولا اليوم نرى انه الاجرام الكلاسيكي اللي بنحكي عنه مخدرات وبيع اسلحه وخاوه، هذا اسمه موجود، ولكن يوجد اليوم اجرام مش من سنوات قليله، اجرام جديد هو اجرام كيف نسيطر على الدوره الدمويه الاقتصاديه للمجتمع العربي داخل المدن والقرى. طيب وهذا رايك، هل الانسحاب هذا الشيء كمان وصل الى القيادات المنتخبه المحليه والقطريه، الانسحاب وانصياع لهذا المخطط تفريغ مجتمعنا من قياداته. أنا ضد الانسحاب. سؤال المحامي عادل بدير، شو رأيك في قضية الانسحاب؟ أولا يعني بدي أحاول أنه أعطي شوية عمق للموضوع أكثر من ناحية استراتيجيات عمله، من ناحية اجتماعيات، ومن ناحية كل الأمور هاي. الانسحاب هي كلمة عسكرية أو كلمة تعتبر في تكتيك عسكري، تكتيك عسكري. نعم. يعني على غالب الأحوال هي عمليا إيجابية، يعني مشان تتصفف تنظم الصفوف، إعادة انتشار وكل أمور من هالنوع. ولكن في هنالك برضو تحليلات وأبحاث تشير إلى إنه في حالات الانسحاب هو الهزيمة، انهزام من موقف معين. من أجل لأسباب متعددة. والآن نريد أن نحلل الوضع الحالي اليوم الموجود في الوسط العربي. باعتقادي العامل الأول في هاي الانسحابات الضغوطات الداخلية جوا العائلة. يعني ولا امرأة زوجي أو أولاد أو أقارب اليوم خوف العائلة. العائلة طبعا في لها ضغط كبير وفيها طبعاً تأثير كثير على الشخص. يوم يعني الناس بتسمع كل يوم مرشح فلاني، رئيس فلاني، كذا فلاني، ما هو جاي مشان يخدم المجتمع. إذا خدمته للمجتمع
بدها تهدده. يعني هذا موضوع يعني لا يتخيله العقل، انه انسان جاي بده يعطي من وقته، بده يعطي من الطاقات اللي موجوده عنده من اجل المجتمع. يعني هذا ايش انعكاساتها على هذا الموضوع، انه المرشحين اللي ذوي الخبره وذوي الطاقات الايجابيه وين بدهم يروحوا؟ بدهم ينسحبوا. مين بده؟ فيش فراغ. مين بده يحل محلهم؟ بده يحل محلهم وناس اخرين وكذلك. نعم. كنت بدي اضيف يعني في الموضوع هذا، هسا انا بقول انه كالتالي في هذا المواضيع المرشحين نفسهم والمجتمع نفسه لازم يكون له كلمه، لانه في حالات كثيره، وانا بقول اخر مره مش مربوط في يعني في موضوع حسب رايي طبعا، انه مش موضوع اقتصادي او استيلاء، ربما في حالات كثيره انه تهديد من مرشح لمرشح او من قبل واحد لاخر من اجل اخافته. شو رايك دكتور؟ هذا امر اخر مختلف كليا. يوجد وضعيه صعبه داخل المجتمع العربي، لاننا كل الانتخابات مبنيه على صراعات عائليه، ولكن السبب الرئيسي ليس هذا السبب، السيطره على السيطره على. طب انا سالت المحامي علي بركات ان لم تكن هذه الخطوه يعني جائزه، او يعني هذا ما تريده منظمات الاجرام او من يقوم بالتهديد. دعونا نشاهد المقابله. على العكس تماما، اليوم الفيديو الذي اصدرناه والبيان الرسمي من حركه شباب التغيير جاء على اثر انه حياتنا اهم، وهو نداء من حركه شباب التغيير، بدات بمرشح الرئاسي وبدات بثلاث اعضاء تابعين لحركه شباب التغيير، انه تعالوا نبقى نموذج حقيقي، قدموا استقالاتكم واسحبوا الترشيح، ومن ثم ندعو جميع المرشحين ورؤساء البلديات لكي يكون نموذج واقعي حقيقي، نحرج الدولة على مدينة أم الفحم برئيس بلديتها وكل الأحزاب وعلى جميع رؤساء جميع المدن العربية من بلديات ومجالس محلية، أخص بالذكر رؤساء البلدية ومرشحين الرئاسي وأعضاء البلدية، تعالوا نجرب استقالة جماعية ونرجع مأمور الانتخابات للدولة والحكومة، وإن كلهم قبل لننتخب رجعونا الأمن والأمان. نعم. إحنا كل يوم في عنا قتيل. هل طرحت هذا المقترح على الأقل على أعضاء المجلس البلدي الآخرين اللي من خارج حركة شباب التغيير في أم الفحم؟ طبعا هذا متداول، وأنا بإذن الله أيضا من الآن بعد ما أنا بدأت بنفسي وضحينا بأمر كبير، يعني إحنا في كثير من الاستطلاعات أعطتنا 4 أو 5 مقاعد في مدينة أم الفحم، هذا لا يشمل الائتلافات اللي كانت طبعا ضمن خطتنا، احنا كنا جاهزين على اتم وجه، ولكن للاسف لما شفنا مشاهد رؤساء بلديات الان مهددين، مرشحين مهددين، كل يوم عندنا قتل من ابناء جلدتنا، ابنائنا في المجتمع العربي، احنا كنا حتى هسه نروح على عائلات كبيره نتحدث مثلا عن برنامجها الانتخابي، كيف لنا كمرشحين أن نتحدث عن إنجازات وعن أمور أخرى وحياتنا في خطر؟ الأمن والأمان عندنا مفقود. نعم. نساء في بيوتهن وأطفال في شمخذات راحتهن وبنطخ عليهن، فما بالك بمرشحين؟ إذا كان رئيس بلدي اليوم مهدد، كيف هذا بده يضغط على الدولة يعمل أمن وأمان ويجيب الأمن والأمان لمواطنيه؟ فإحنا بمصيبة كبيرة إذا ما وقفناش واتحدنا ووقفنا وقفة رجل واحد، ما عملناش قيمة لأنفسنا في المجتمع العربي اللي احنا 2 مليون مواطن عربي في دولة إسرائيل، إذا ما وقفناش وقفة رجل واحد أنا بدي يعملنا قيمة. نعم. يتساءل عنا. يتساءل الآن الناخب في أم الفحم، دعني يعني أعود إلى أم الفحم تحديدا، يتساءل الناخب، بقي تقريبا شهر موعد لتقديم القوائم، أنتوا الآن انسحبتوا علقتوا ترشيحكم بشكل نهائي هذه الدورة، ولا ممكن إذا شفت أنه دعوتكم ما لقت تجاوب في بلدات عربية أخرى أو في أم الفحم ممكن أنكم تعودوا إلى السباق الانتخابي وتقدموا أوراق ترشيحكم؟ طبعا احنا قرارنا اجى بعد مشوره بعد دراسه وتقييم للوضع، احنا لن نتراجع عن هذا القرار، احنا هاي الخطوه العمليه الاولى راح نتوجه لبلديه ام الفحم بجميع الاحزاب وجميع المرشحين، وكذلك نتوجه لباقي البلدات القريبه والبلدات والبلديات الكبيره جدا لكي يحظوا حذونا. يعني احنا شفنا من رؤساء مجالس بعد ما كانوا يتهددوا كان رئيس المجلس يطلب انه استقاله جماعيه. نعم. انا بطالبه اول شيء انت استقيل، نبدا بانفسنا،
كل شخص من رؤساء البلديات مرشحين عليه بالاستقالة، ومن ثم يجي كل باقي الأحزاب تعالوا نستقيل. إحنا أعطينا اليوم نموذج واقعي، إذا اليوم إحنا ما اتحدناش وقفنا وقفة رجل واحد، إحنا بكرة ببطل في أمان لبيوتنا، بيصيروا ملثمين يدخلوا بيوتنا وإحنا نايمين، بيصيروا يدخلوا بيوتنا ليس فقط في الليل وإنما في النهار. عن أي انتخابات نتحدث ونحن في المجتمع العربي نفقد الأمن والأمان؟ بشكل شخصي هل تلقيت تهديدا؟ أنا خايف على ابني. المحامي علي بركات، هل تلقيت تهديدا؟ صدقا وأقول كلام صادق جدا وأشهد الله على ذلك، أنا كعلي بركات لم أتلقى أي تهديد، وحركة شباب التغيير وأعضاء حركة شباب التغيير لم يتلقوا أي تهديد، ونشهد الله إنه إحنا جاهزين على أتم وجه لهذا المعترك الانتخابي والسياسي، ولنا احتمالات كبيرة في الفوز رئاسة وعضوية. نعم. ولكن عملنا تقييم للوضع، هل يمكن أن نحن ننافس في بلديات اللي رؤساءها 31 شخص منهم أكثر من 31 سلطة محلية، رؤساء البلدية فيها مهددين؟ نعم. على ماذا نتنافس؟ تعالوا أول شيء نلغي الانتخابات ونطلب من الدولة والحكومة رجعونا لمن والأمان، ومن ثم خلي المواطن الفحماوي أو المواطن في المجتمع العربي ككل ينتخب الشخص الصحيح. نعم. بدون تهديد. إذا اليوم إحنا المجتمع العربي فاقد للأمن والأمان، عن أي إنجازات نتحدث؟ مهما كان كبر الإنجاز، إحنا اليوم المواطن العربي في دولة إسرائيل بطلب يعيش بأمان، بطلب ينام بحرية. أنا لا أتحدث الآن فقط عن قتلى فوق 170 قتيل، كم من الجرحى؟ الجرحى أضعاف مضاعفة من عدد القتلى. نعم. أين نحن؟ أنا رسالتي للجنة المتابعة العليا، للسلطات المحلية، بالله عليكم خلي الإشي كيف وهز حب الكراسي وحب المناصب، خلي المواطن العربي الفلسطيني داخل أي الدولة يشعر بأمان. هذا يحتاج إلى تضحيات. أنا بعرف أنه كثير استغربوا وكثير مستغربين كيف أنه نتنازل الآن عن عضويتنا في بلدية من أكبر البلديات في إسرائيل مثل أم الفحم، وكيف أن أنا كمنافس الوحيد أمام الرئيس الحالي، ولكن إحنا من أجل أنك أنت إطلاقي قبول عند المجتمع العربي عند القيادة قبل الشعب. نعم. لازم تضحي بإشي بتحبه. لذلك إحنا توجهنا إلهم، لرؤساء المجالس المحلية، لجميع الأخوة اللي بيأثروا في سلطات المجالس المحلية والمجلس المتابعة العليا، لجنة المتابعة العليا اللي هي قيادة الآن. نعم. لازم تقودنا، تعالوا نتحد كلياتنا استقالات جماعية، وأضم بالذكر أيضا أعضاء الكنيسة، ما حدا بموت من الجوع. استقالة شهر شهرين ثلاثة ستكوني رايحين، إحنا بعد هاي الفترة اللاكي أمن وأمان رجع، لأن الدولة ستقف عاجزة، رايحين إحنا نسلط الضوء على مشكلة الإجرام في دولة إسرائيل، نوصلها عالميا بهاي الخطوة تاعتنا، تستهنوش بيها. نعم. هاي الخطوة إذا كلياتنا ننصاع ومناخذ بهذا بأمور جدية، إحنا رايحين نوصل مشكلة الإجرام عالميا، وراح تبلش مشكلتنا تنحل بإذن الله تعالى. وصلت الرسالة. المحامي علي عدنان بركات، شكرا جزيلا. يا هلا فيك بجميع المستمعين والمستمعين. إذن كان هذا علي بركات. شو رأيك دكتور حسام بيقول رجعوا المفاتيح لمأمور الانتخابات، أصلا ما تقدموش لوراك لمأمور الانتخابات، الأمان سيعود يعني بعد فترة قصيرة لأنه الدولة ستقف على قدميها. استئصال العنف الجريم من داخل المجتمع الإسرائيلي من المجتمع العربي هو قضية سياسية وليس قضية منطقية وليس قضية ثقافية، إنه العرب أكثر مجرمين من غيرهم من الشعوب الأخرى، وليس قضية منطق معين. قرار الحكومة اعتبار الجماهير العربية غير مواطنين إنما قضية أمنية، وإنه هي الساحة الخلفية للدولة، لا يغير العنف ولا يقل العنف والإجرام بالأساس في داخل المجتمع إلا إذا سياسة إسرائيل غيرت سياستها اتجاه الجماهير العربية وصارت ترانا مواطنين وتساوي الحقوق وعملت كل ما بوسعها من أجل استئصال الجريمة. ولكن كل الأمور كل المؤشرات تقول إنه جهاز الأمن العام شريك في الجريمة، هو الذي تعامل مع منظمات الإجرام، وهذا ظهر في كل التقارير. لا يمكن أن تعطي من يريد استمرار الجريمة في مجتمعنا أن يحل قضية الجريمة. حل قضية الجريمة هو بقرار سياسي من حكومات إسرائيل. أنت ذكرت قضية الجهاز الأمن العام الشباك، وأنا بدي أسألك المحامي عادل بدير، رئيس جهاز الأمن العام الشباك هو اللي توسط ما بين سموتريتش ورؤساء السلطات المحلية العربية، ونقل عنه قوله في الاجتماع أنه تعهد أنه الإجرام ما يسيطر على ما يدخل للانتخابات، وبعد هذه التصريحات حدث ما حدث في الناصرة من إطلاق نار على مصعب دخان، والآن
ما جرى في غيرها من المواقع. شو رأيك؟ اعتقادي في قضيتين منفصلتين في هذا الموضوع. رئيس الجهاز الشباك دخل في موضوع السلطات المحلية لسبب واحد، هم يعلمون أن قضية المجتمع العربي هي قضية بحد ذاتها من ناحية اجتماعية ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية أمنية. يعني إذا صار خلل كبير على المستوى المدني، احنا بنحكي على المستوى المدني، المستوى المدني وعدم وجود خدمات وميزانيات الوسط العربي، ممكن أن يحدث خلل كبير في الوسط العربي مما يؤثر سلبا على الدولة نفسها من ناحية اقتصادية وأمنية. لذلك لم يكن بالصدفة أنه اختار رئيس الشباك هو نفسه أن يكون كذلك. وأنا أعلم أنه كان هناك 3 ساعات صياح، يعني ما كانش نقاشات. بعدها في مرحلة من المراحل حسب شهود اللي كانوا موجودين في الجلسة، أخذ رئيس الشباك، أخذ وزير جلسي منفردي، منفردي أخذ المنفردي حكى له أنه يعني بكفي، في لازم يكون، ورجع وتغيرت المضامين. ولكن ما يخص يعني إذا بدنا نشمل الصورة كاملة ونضع الأمور في النصاب، أنا أوافق أنه بدها قرار صارم من الحكومة، إن مثل ما تعاملت في بردسكات وفي أشكلون وفي نتانيا يجب أن تتعامل في المجتمع. بدي أسأل الآن، أنتقل إلى محور آخر قبل أن يدركنا الوقت المخصص لهذه الفقرة، وأسألك دكتور حسام، إحنا كلنا يعني نشهد الآن تحركات انتخابية في كل البلدات، سواء في الناصرة، في رهط، في الطيبة، في باكا وغيرها. هناك عدد، يعني هناك ناخبين اللي بيبتزوا المرشحين، أنت معك 10 أصوات تبتزوا، بتقول له أنا عقبال هاي 10 أصوات بدي وظيفة كذا، أو بدي أحصل على شيء اللي مش بحق. وإحنا بنشوف إنه في وعود اللي يعني بتتوزع على يمين وعلى شمال، وأنا لا أذكر يعني بلد بعينه، ولكن الكثير من البلدات. شو رأيك ابتزاز المرشحين بهذا الأسلوب؟ أنا أقول سبب ابتزاز المرشحين هي طريقة ترشيح المرشح نفسه للرئاسة. المرشح الرئاسي في مجتمعنا يأتي مع عائلته الكبيرة ويبحث عن عائلات صغيرة تتحد معه، لا يأتي يخدم مصلحة عائلته ومصلحة من يشاركه للوصول إلى الكرسي. يعني أنا فتحت الباب لكم، تعالوا نعمل محادثات وخذوا شو بدكم. السبب الرئيسي هي طريقتنا، طريقة الذهاب للانتخابات. ما دام الطريقة للانتخابات هي عائلية وصراعات عائلية، احنا كنا ابناء عائلات، نكن الاحترام للعائلات، ولكن لا نريد توظيف العائلة لقضايا سياسية والسيطرة على المجلس المحلي والبلديات. ما دامت طريقة الانتخابات هي انتخابات صراعات عائلية، ستستمر الابتزاز. يجب علينا وعلى مجتمعنا أن يرتقي ويحول النقاش إلى نقاش سياسي، وتكون الصراعات هي صراعات على السياسية، ويجب علينا أن نبحث أنه هذه الطريقة الوحيدة. أما ما دام عائلة إكس بدها توصل للرئاسي تدفع في العائلة واي. شو رأيك المحامي اللي بدأ؟ في السياق هذا أنا بحب أقول يعني الصراحة، ندخل المدن اليهودية والمدن العربية، بتطلع على الشوارع التعبيدها بيض أبيض، ليش بشرع بالشارع على طريق مناقصة الله أعلم كيف صارت، وبعدها بعد ما ينزفت الشارع بعدها هذا بده يفتح مصورة مي، وكأنه لم يعبد، وهذا كأنه صار الموضوع منها. هسا بتحكي مع كل الناس، وأنا يعني متداخل كثير في السياسة يعني في في في, في هذا الموضوع، كل الناس بلدنا مش منيحة، بلد مداخل مش منيح، اللي فيش نوادي، فيش مدارس، فيش يعني تيجي بعد مع المرشح بترك هاي الأمور، بيبدأ يطلب في طلبات شخصية. يعني إما بنغير المرشحين أو بنغير الشعب. أنا برأيي يعني في هذا السياق طريقة أخرى للانتخابات. أنا في هذا السياق الشعب عندنا مش واعي كفاية، لأنه إذا المرشحين عرفوا أنه في النهاية أنه بنختار الأفضل وليس ابن العائلة اللي أنا منتمي عليه إله أكثر، سيكون هناك تغيير. ما دام المرشح يدخل مع 2000 واحد على كتفيه، ولا بيعمل للبلد ولا بيقدر يعمل على البلد، وبقضيها مكاتلات مع الناس. نعم، بدك تقول شيء دكتور قبل ما ننهي؟ تحكي شغله واحد يعني انه نقول انه مجتمعنا غير مثقف وغير واعي. لا، مجتمعنا من اكثر المجتمعات تحصيل اكاديمي. في مشكله البلديه
هو مكان عمل كبير لكثير من الناس، مصدر رزق لكثير من الناس، وهي كمان سياسيه، القضيه سياسيه. لا يوجد عندنا مناطق صناعيه كثيره، صحيح، كثير من الناس عشان هيك الصراع يرى ماشي، فليكن يرى الخروج الانسان المناسب، يرى الخروج يعني. فلذلك بقدرش لانه قبل الانتخابات بتيجي على بلد كبيره محترمه بشهرين بتلاقي ثلاث مدراء يعينون من جهه معينه، هذا هو التمثيل السياسي الخاطئ في التربية والتعليم في كل مكان. ماذا يقول القانون؟ لماذا لا يتدخل القانون يعني ويمنع مثل هذه التعيينات اللي بتصير في الدقيقة 90؟ انا برايي في الموضوع هذا، في رايي شو لم يتغير، اذا قصت كل المناقصات وكل الامور الداخلية يجب ان تخرج من البلديات العربية وتكون الكترونية في وزارة الداخلية، وهنالك لم يكن اي تدخل في هذا الموضوع. قناة هلا يعني جزء من عملنا في هو توعية الناس بخصوص مثل هذه القضايا، لذا اعد انه على هذه الطاولة ستبقى تطرح هذه المواضيع حتى بعد الانتخابات. مهم جدا لانه قضيه الانتخابات هو انتخابات يوم ونحن عايشين في المجتمع، يجب الحفاظ على نسيج طبيعي طيب في داخل طبيعي. كل بلد وبلد احنا مش احنا فيش عائله واحده، اللي بكل عائله صارت كلها مخلوطه من كل العائلات. هل يمكن اتفاق على مثلا على دستور لكل المرشحين انه نضع البلد في مقدمه الاهداف وبعد الامور الثانيه؟ نعم. خلينا نرى ذلك. اريد يعني ان اشكركما الدكتور حسام عازم عضو سكرتاريه الجبهه الديمقراطيه للسلام والمساواه، والمحامي عادل بدير المحلل السياسي والناشط الاجتماعي، شكرا لكما. شكرا. المشاهدون والمشاهدات الاعزاء سنخرج الى فاصل اعلاني، نعود مع المزيد من الملفات، ابقوا معنا.